نتيجة غلاء أجار البيوت في مدينة الباب والوضع المعيشي السيء لأهالي مدينة تدمر في مدينة الباب، تولدت لدينا فكرة إنشاء مشروع سكني. قمنا بالعمل بشكل تطوعي وشراء أرض تبعد عن مدينة الباب حوالي 4 كيلومتر، تم تقسيمها إلى 128 شقة سكنية، بالإضافة إلى تخصيص مكان للمسجد والمدرسة ومستوصف وحديقة. أصبح الآن لدينا هنا 10 عائلات تسكن في هذا المخيم. ساعدوني بهالبيت وقعدت هون، وضع البيت الحمد لله يعني ناقصنا البوب شبابيك، الحمد لله رب العالمين، يعني ارتحنا من الأجارات. قسم من الأهالي قام بإكمال هذه الشقق بشكل بسيط، يعني الآن نحن بأمس الحاجة إلى شبكة صرف صحي، لأن الذي سكن في هذا المشروع قام بحفر جوار فنية صغيرة، يعني حل مؤقت. أيضا نحتاج إلى شبكة كهرباء، نحتاج إلى الماء.